جدا في المنطقة. المرأة لخصوصيتها بتحتاج انه هي يكون عندها رعاية خاصة، تحتاج انها تهتم وتعتني بنفسها. لذلك بنسعد جدا انه احنا نتحدث عن العناية بالبشرة تحديدا عند السيدات، وبرضو الرجال بالمناسبة حنديهم حيز، لانه مش العناية بالبشرة معناها هي مقتصرة على النساء، لكن الرجال برضو بالضرورة هم يحتاجوا للعناية ببشرتهم. بنسعد جدا انه تكون معنا الدكتورة الصيدلانية دكتورة زهرة حمزة. اهلا وسهلا بك يا دكتورة. اهلا بك يا استاذ امل، وصباح الخير عليكم وصباح الخير على جميع المشاهدين ومتابعين قناة الشروق. اهلا وسهلا بك. والناس اعترضوا طبعا على قصه انه يعني البشره دي ما بس للسيدات، كمان الاهتمام بالبشره للرجال. خلينا نبداه كاول محور طبعاً. وانه الرجال هم ممكن يهتموا ببشرتهم من خلال الاعراض الجانبيه والتفاصيل ممكن مرتبطه بالجفاف تحديدا، بالذات نحن في فصل الشتاء وممكن قلما نهتم ببشرتنا. للرجال الكلام طوالي طبعا معرق لسه لا لان نعمل اليوم طوالي فقره خاصه. طبعا كان الرجال ولا النساء المفروض هم الاثنين يهتموا ببشرتهم. الرجال طبعا كمان بيكونوا معرضين لاجواء صعبه اكثر من السيدات، يعني الشمس، الاجواء اتربه، الجفاف، فهم المفروض برضو يهتموا بالحاجه دي. بشرتهم بس بتختلف من السيدات، انها يعني بس اثقل من السيدات. لكن المفروض الصن بلوك يكون برضو سقافة عندهم يعملوه، عشان أصلا درجة الحرارة والشمس اللي عندنا هنا في السودان فلازم يستعملوا صن بلوك، بالإضافة لمرطبات الوش والجسم. يكون روتين يومي بعد ما الواحد يرجع من الشغل، يعمل ترطيب للجسم ولوشه بعد العودة يعني للمنزل. جميل. لو تحدثنا عن المرأة تحديدا، يمكن المرأة اهتمامها ببشرتها وبجمالها فطرة، فكيف نقدر من خلال فصل الشتاء ويمكن هي معروف انه فصل الجفاف طبعاً يعني بالذات للسيدات، نبدأ بالترطيب الداخلي؟ انه احنا المفروض نشرب مويه، المفروض نكون عندنا كثير من التفاصيل نهتم بها داخليا، بعد كده الاهتمام ببشرتنا. ايوه صح صح. طبعا شرب المويه من الحاجات المهمه شديد، وقعدت تتنسي طبعا في فصل الشتاء، يعني هي ذاتها بتسبب الجفاف، يعني عدم شرب المويه والكفايه. يعني طبعا المفروض الواحد يشرب من 2 لتر ل 3 لتر في اليوم بشكل يومي، لكن طبعا نحن بننساها يا هو في فصل الشتاء مع البروده وبروده الجو، فالواحد بينسى انه يشرب له حتى ان شاء الله 2 أو 3 كبابي في اليوم. وهي طبعا اللي بيسبب الجفاف، جفاف الجسم وجفاف حتى في سبيبه الشعر يعني. ومرات بنحس بانه يعني التجاعيد المبكره للجسم وغيرها من التفاصيل، ودي اللي بتودينا طوالي لموضوع الكولاجين. استخدام الكولاجين وهل مرتبط بسن محدده؟ ممكن احنا نبدا من خلالها نستخدم الكولاجين وفوائده. طبعا الكولاجين هي اصلا ماده برضو موجوده في جسمنا، بينقص مع تقدم السن. ماده الكولاجين بتبدا تنقص، نحن بنحفزها بحاجات موضعيه او نشربها نتناولها بحبوب او باودر. في برودكت كم برودكت بيقى في السوق، بس المفروض يكونوا ضامنين السورس اللي بيجيبوه منه، يعني عشان هي طبعا حاجه حساسه. طبعا ما الواحد ما يمشي يتناول اي حاجه من اي حته، لكن المفروض من 20 سنه الوحده تبدا تعمل تحفيز للبشره، اما بجلسات اما بكريمات معينه بتحفز في افراز الكولاجين. جميل. كثير من المشاكل اللي بتواجهنا يا دكتوره زهره بالذات في السودان، يعني خلينا نتكلم عن انه احنا في فصل الشتاء ممكن تكون شويه مشاكل البشره مرتبطه بالجفاف، لكن صح. عندنا ضربات الشمس، كيف احنا نقدر نعالج ضربات الشمس؟ وكثير من السيدات هم بيكونوا يعني عندهم وقفات في الشمس، وبنلقى انه بتعاني منها في الوجه، في الاطراف، في الرجلين، في المناطق المفتوحه عموما والمكشوفه. طبعا ضربات الشمس من الحاجات الكثيره ومنتشره عندنا هنا في السودان، فهي المفروض تكون تحرص انه تعمل
زي ما قلت لك السن بلوك تعمله حتى في الحتات المكشوفه يعني في كفيها، يعني تتعامل مع الحاجات المكشوفه زي الوش يعني. ما بس في ناس كثير بس خاطين انه السن بلوك ده للوش وخلاص يلا يطلعوا، لا، اي حته مكشوفه في الجسم المفروض تاخذ فيها سن بلوك ويتجدد، بس كل 4 ساعات المفروض يتغسل ان شاء الله بمويه ويتجدد ثاني. احيانا بنلقى في ناس بيقول لك انه انا بشرتي ما بتتحمل انه يعني يكون فيها سن بلوك، فممكن يكون في بدائل للسن بلوك والله اواقي الشمس. السن بلوك بس بقى هو بديل ما في، لكن ممكن تعمل يعني في انواع للسن بلوك، في من جل لكريمي لسبراي، بس ممكن ما يكون يعني لسه وصلنا لكل الانواع حقت السن بلوك هنا في السودان. يعني بيتناسب مع البشرات الدهنيه، البشره والجافه والحساسه، كل البشرات عندها سن بلوك معين. يعني حتى في ناس كثير بيقولوا لي ان احنا ما نفع معانا السن بلوك او سمرنا او عمل لنا حساسيه. حكايه الاسمرار ده من عدم تجديد السن بلوك، المفروض تحرص انه تجدده. الحساسيه تغير طوالي النوع حق السن بلوك من كريمي لتعمله جيل خفيف او تعمل سبراي، يعني بس بخه كده من السن بلوك او كافي يعني بيفي بالغرض طوالي. جميل. طيب مشاكل اخرى مرتبطه بالبشره، يعني احنا يمكن حريصين انه كل السيدات بكل مشاكل البشره نقدر نحط لهم بعض الحلول اللي ممكن تكون موجوده عندهم. مشاكل النمش والكلف تحديدا عند السيدات، اسباب شنو العلاج اللي ممكن تستخدمه السيده؟ تمام. طيب الكلف طبعا عنده مشاكل كثير شديد يعني ومسببات، في مشاكل بتجي من الهرمونات، في برضه الوراثه بتلعب دور كبير في الكلف، في برضه ضربات الشمس، في ممكن تكون استخدمت منتجات ضاره وحاره زي ما بيقولوا هنا، فطلعت للشمس فجاها الكلف او تصبغات عميقه في الوش. ممكن تعالجها طبعا، لازم ترجع طوالي اذا هي ظهرت لها حاجه زي دي، ترجع لدكتور او اخصائي حق تجميل تاخذ منه تركيبه او علاج للكلف. طبعا زي برضو ما ذكرنا قبل كده تعمل السن بلوك ده طبعا مهم شديد في الجانب حق الكلف ده بالذات، لازم ما تستغنى عنه نهائيا، بالاضافه للروتين المفروض تتبعه خلال اليوم. جميل. عندنا مركز متكامل كامل موجود في البيت، المطبخ عند السيدة يمكن هو الفترة اللي بتقضي فيها معظم يومها، ويمكن يكون هو مركز تجميل بالنسبة لها. استخدامات المواد الطبيعية الموجودة في المطبخ للبشرة للوش وللشعر، شنو من الحاجات اللي ممكن تستخدمها وعلاج لشنو؟ طيب طبعا الماسكات الطبيعية وفي ناس كثير ما قاعد يركزوا فيها وما حاسين انه عندها نتائج فعالة، بل بالعكس يعني انا بحبذها شديد. المفروض تكون اي واحدة عندها ماسك طبيعي بينفع معاها مرة ان شاء الله مرة في الاسبوع، تعمله من 3 ساعة لنص ساعة ويتغسل بموية، بس بعد الماسك المفروض يتعمل ترطيب للبشرة. الحاجات الطبيعية بتنشف برضو البشرة، أي ماسك بينشف بيعمل على جفاف البشرة، لكن طبعا عنده فوائد كثيرة. أدينا يعني أمثلة لماسكات طبيعية. في ماسك الترمس، طبعا الترمس من الحاجات الفعالة شديد للبشرة، بتعمل على تكشير خفيف ولطيف للبشرة وبينفع مع كل أنواع البشرة. ممكن تعمل الترمس المسحوب مع الزبادي ومع العسل، تخلطهم مع بعض وتعملوا من 3 ساعة لنص ساعة وتشرفوا بموية وترتب بعدها. برضو البن من الحاجات الكويسة شديد، تعمل البن بحليب وتضعه برضو في البشرة بحركة دائرية، ممكن تعمل تكشير، يعني هو من الحاجات برضو بيعمل زي السكراب للبشرة، فتعمله بس برضو لازم ترطب بعد الماسك. في ماسكات كثيرة شديد، يعني ممكن كل ما مرة نحن نذكر كم ماسك ومع الحلقات إن شاء الله. مشاكل الهالات الممكن تكون ناتجة عن تعب، عن إرهاق، عن عدم نوم، عن السهر، أو حتى عن الجلوس أمام الكمبيوتر أو التلفون لساعات طويلة، كيف نقدر نحلها؟ طيب الهالات طبعا زي ما انت ذكرتي أسبابها، طبعا هي طوال يعني هي كان أصلا مشكلة حق السهر. الواحد لازم يرتب مواعيد نومه، ما تساهر، يعني الواحد مفروض ينوم أقل حاجة من 7 لـ8 ساعات في اليوم، كده تدريجياً هي بتتخلص من الهالات.
أصلاً كان حصلت الهالات تعمل برضو في ماسكات طبيعية زي الخيار زي البطاطس، تعملها تحت العين، وفي برضو سيرامات جاهزة زي سيرام الكافيين، برضو من السيرامات الفعالة جداً للهالات تحت العين. جميل. يعني دكتورة زهرة، المشاكل الكثيرة المرتبطة بالبشرة تحديداً، أنا عاوزة أتناقش في إنه إحنا كسيدات عندنا مشكلة أصبحت موجودة الآن، إنه بيستخدموا الكريمات والخلطات التراكيب الصيدلانية بصورة عامة لكن من مصادر غير موثوقة، بنلقى موجود في البوتيكات في أي مكان في في الأحياء، فبتكون تمشي تستخدمها من غير ما يكون عندها مرجعية علمية. عاوزين نصائح تحديدا في الحاجه دي، وانه هي المخاطر الصحيه المرتبطه بها للبشره على المدى الطويل. طبعا الحاجات الما يعني ما حتى ما مكتوبه ولا موثقه في وزاره الصحه ولا معروف حتى مصدرها ولا كيف اتشحنت، اتعرضت لشنو، لدرجات حراره عاليه، المواد اللي فيها ذاتها ما موثوقه، يعني انا ما بقدر اثق فيها نهائيا. طبعا فيها، انا بقول وبذكر دائما انها فيها نسبه عاليه من الكورتيزون ونسبه عاليه من الهيدروكينون، المادتين ديل اذا اتعدت النسبه المطلوبه المفروض يعني في نسبه معينه تتعمل في التركيبه، اذا اول ما تتعدى النسبه المفروض تتعامل بها طوال بيظهر مشكلات كبيره وفي البشره، بترقق البشره، الكورتيزون بيرقق البشره، في بيعمل على ظهور الخطوط التعبيريه وبيظهر برضو الخطوط الدمويه اللي بتظهر في الوش دي، وبرضو الكلف والتصبغات دي كلها ناتجه عن استعمال خاطئ للكريمات الموجوده في البوتيكات وفي السوق. جميل. احنا نتمنى يعني انه البنات هم يرجعوا او السيدات بصوره عامه يعني مجملا يرجعوا للطبيعه وزي ما قلنا للمركز التجميل الموجود في البيت في المطبخ. ودي اهم النصائح. دكتوره زهره حمزه اخصائي التجميل والعلاج للبشره والشعر، شكرا جزيلا لك. العفو، تسلمي ان شاء الله يا امل. لك التحيه. تسلمي كمان لكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. يمكن حاولنا تجوال عبر مجموعه من الفقرات اللي بتهم السيده تحديدا واهتمامها ببشرتها واهتمامها بطبيعتها بصوره عامه، سواء كان شعر او البشره، وكيف انها هي تقدر تبتعد عن كل ما يضر بشرتها وصحتها. تناولنا اليوم الاحتفاء باليوم العالمي للراديو واللي بيحتفل به العالم أجمع، أيضا كانت مساحات مختلفة ومتنوعة من خلال صباح الشروق. إحنا بنحييكم أنا وكل التيم العامل في هذه الحلقة. ابعدوا عافية.